هاي القبر انا ما انتبهتلوش. هلا فيكم يا شباب، شو اخباركم؟ شو عاملين؟ رجعنا حلقه الرابعه من سلسله ستار وورز جدي فولن اوردر. غريبه ما خططتش الاسم. anyway حلقه اليوم راح نكمل الاكشن ونشوف شو بيصير معنا. فياريت يا شباب بس تعملوا اشتراك في القناه، تعملوا شير للمقطع عشان يعني نكبر جيش الكومنتر ونوصل 5000 زي ما قلت لكم. بعرف ادها بس ياريت تساعدوني عن جد بالشير. فهات نبلش اللعبه. كمان اخر مره وصلنا هون في عنا 1 2 3 4 يا حبيبي 4 متخلفين. طيب انا لو نزلت هون شو بصير يا حبيبي؟ يا خمسة انا الصراحة مش عارف شو اسوي. في طريق ثاني؟ هات نشوف. في من هون بعتقد. يا تفحص. Another one of these. Wonder if they connect. صراحة ما بعرف ايش بحكي. بس هات ننزل. يا متخلف. تعال تعال كنت انزل عليه من فوق. ولا 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 لا خلص فوق. هذا هو ركني. طيب هون بوابة مغلقة ما بعرف كيف نقدر نفتحها. في كتير بوابة زي هذه زي هذا الشكل. يا حبيبي شافني. طيب تعال واحد واحد، بفضل واحد واحد نخلص عليهم. تعال وي ناو يا متخلف يا متخلف يا متخلف يا متخلف. خلاص خلاص عرفتني. صراحة حركتهم جدا سريعة عشان هيك يعني. طيب اعتقد انا مخلص عليهم عشان هيك يعني للاسف. طيب هلو هذا هو. يلا واحد واحد تحت المسلخ. تعالوا تفضلوا اهلا وسهلا كمان. يلا هلو هذا هو. الله هذا هو خلصنا عليه بسرعة. اكتشفنا تكتيك جدا سفاح معاه. انزل تعال تعال يا متخلف. هذا هو ايزي بيزي الصراحة. اكتشفنا التكتيك ف خلصنا بسرعة. ضايل متخلف وحيد قاعد فوق. عمو اطلع لك ولا تنزل لي؟ بفضل اطلع لك. تعال 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 هذا هو. اضرب 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 نو هذا هو ايزي بيزي. ناخذ ميديك نعمل له سكان طبعا نتفحصه. اخذنا يا ساتر يا ساتر اخذنا ستيم والله ما بعرف شو اللي اخذنا. طيب كيف بدنا نطلع فوق هلا؟ والله ما بعرف صراحة. نفتح خارطة. اوكي طلع طريق قاعد هون تحديدا. يا طيب فلازم نحاول يا شباب نطلع على المنطقة فوق اللي فيها هذا الماكن بتعمل العاصفة. او جاد اضاءة غبية. طيب كمان ول 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 كمان واحدة. حلو حبيبي ياس وصلنا على المنطقة. Never seen a storm do that before. اكيد يعني صراحة ستورم غريبة. Yeah it's incredible. صراحة مبين انه هدول حجار بتوقع لازم نوقف المنطقة. ياس 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 ادخل 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 يا طيب حاليا ايش بدنا نسوي؟ احنا لسه ما وصلناش اصلا. هلا وصلنا. او جاد خلاص دخلنا على المعبد. No sign of them down here. Yeah. What about Cordova? Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little eccentric. Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. عن جد يعني ما بعتناش هون للتخلف يعني في اشي هون. استنى شوي اتوقع لازم نوقع هاي على هاي. طيب كيف سنفعل ذلك؟ هات نطلع فوق لانه صراحة على الخارطة ما في طريق غير هذا الطريق. استنى اتأكد. والله في طريق ثاني بس من هون. طب كيف بدي اروحه؟ دقيقة نشوف.
اه والله فتح. طيب هذه كيف اصلا تحت؟ حسب ما مبين يا شباب راح يطلع لنا قدره انه مثلا ندفش شيء. ايش هذا؟ اخ او جاد، ما هذا؟ او جاد، ادخل ما تخليش فيه المراقب على اوكي يا ادخل ادخل يا بطلال ادخل. طيب في مضرب هو حاليا ناخذ تو نروح للميديك. او جاد او جاد، طيب كيف تخلص عليها؟ شيء اه بيعمل له سكان. طيب هات نشوف عنه. لازم نتحرك بشكل شو اسمه، ايش بسموه، طريق الحقيقه امراض النفسيه لما بتتساب من غير علاج. يا حبيبي العربي اختفى انت خلص، طريقه محترمه. اه طيب الو. طيب اهجم، انا بعيد عنه حاليا. ياس طريقه حذره. نمشي على الحيط يا متخلف. الغباء الغباء، ابعد. اضرب يا حبيبي، اهلا وسهلا فيك. اضرب، طيب اضرب حاليا. نو استنى اهجم، اضرب. استنى استنى دقيقة يا ابني، هذا هو صراحة حياتي قليلة فعشان هيك خايف اهجم. طيب ايه ده، من طابة صار؟ شو في هون؟ في هون انتراك. ياس اتحركت الطابة. طيب اعتقد لازم افتح هاي كمان. طيب صار مضرب هواء قوي. في كمان اشي هون، خلينا نشوف كمان واحدة. ياس افتح، بعرفش اذا لها علاقة بالمهمة هاي ولا لغز خارجي. اوكي يا شباب طلع هون بس مجرد مهمة جانبية فراح اطنشها الصراحة. حتى نكمل. يا ويلكم، هذا هو. في هنا واحد راح بثواني. طيب لازم نطلع هون كمان، يعني هو احنا رسميا وصلنا على المعبد فحاليا نلاقي اي دليل او ايش. ليش جبنا هون كوردوفا هذا؟ لازم نلاقي اشي مثير للاهتمام. عم مسكر هذا، هذا مسكر صح، لازم نكتب من هنا هو. ياس هذا يبشر بالخير انه في ايش، في قدرات ممكن تصير معنا. طيب يس شبطت عليها يا شباب. طيب يلا وهلا يا طيب وصلنا محل غريب احنا حاليا. هات نقفز هون للطبيعيين. ياس ونعمل سيف ونشوف اذا معنا نقاط خبرة. فكمان معنا سكيل بوينت واحدة، طبعا عملنا المرة الماضية واحدة هون وعملنا واحدة هون، فهلا دور نعمل واحدة هون عند الفورس القوة في هاي هاي. اوكي يعني برضو تطويره لانه للتنشيط مو سلو موشن، نشوف كيف. اه بدر اظني كابس. اوكي اوكي اشي حلو، نضلنا عاملين هولد. ياه طيب هون زحلوكة، مقدرت ننزل، لازم ننزل هون حسب ما انا شايف، وندفع عادي. اوقات خلص خلص، في اشي غريب، في اشي غريب. طيب هات نشبط هون حاليا. طيب
وين لازم اروح اصلا؟ ياس انا ماشي صح حسب ما مبين. ياس فوق ياه، اعتقد لازم نوصل هناك على المنطقة اللي في زحليكة. ياه وين ده نص حبل؟ فهات نعيدها كمان لانه تخلف. اقفز اقفز. يس 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 يس. طب نحمل زايد قبل شوي عشان هيك. طيب في اشي هون انا مش عارف شو فيه. شكله هون لازم نوصل خلاص. اشوف والله شكله هون. ياس على المنطقة هاي. طيب يلا نبلش. باين الوضع ليس جيدا. راح نطير. نجرب. اوكي بدي احاول انط حاليا من هون. يس طيب اذا انا اروح يا متخلف. هذا هو راح. في كمان واحد. ياس خلصنا عليه. اوكي طيب. اوف طيب احنا حاليا الهواء راح يجينا من هون. فبدي احاول انط على الزاوية. وهون الهواء منين جاي؟ والله ما انا عارف. ياس طلعنا في طريق من هون. وقفز ياه. طيب خلص وصلنا. والله شكرا. والله ما وصلنا. مش نحن بعدين. هذا لغز مهمة جانبية بدنا شيء. طيب وين اروح؟ قاعد شباب اكتشفت انه لازم نفتح الهواء هون عشان يدفعنا بزيادة. هات نعمله. دفع المعفنين هذولاك. ياس اخفض. الله. طيب دخلنا على منطقة جديدة. طلع مش اقعد اقعد اقعد. ايش هون؟ ايش سيف؟ للاسف لا. هلا خلص القبر هيو قاعد هون. فشكله لازم يعني نوصل البوابة هاي ونلف ونوصل هون. بس انا شايف قدامي وحش. اقعد. طيب دقيقة كيف تموت انت؟ نو 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 يا متخلف يا متخلف. I need one. متخلف. طب ثواني. هل هذه الشغلات بتأثر عليه؟ نو 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 نو. هات اشوف. عالفاضي. اوكي. مرة. دقيقة. وي. انا كل حواسي اتحركت. ابعد. يا حبيبي. انا على وشك الموت. طريق من هون يا متخلف. وات مات. والله شكله مات. وات. انا الصراحة كنت ميت. قاعد هذا حارس المعبد قتلناه. طيب قاعد طلع طريق من هون. نسيت انه في فتحة. طبعا بدنا نفتح البلور هذا عشان يطيرنا هناك. فا كمان لا 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 كمان مرة. يا ايزي بيزي صراحة. بس يا ريت اذا في سيف لانه بعرفش كيف مات هذاك المتخلف. ما بعرف انا كنت ميت لانه تعرف اقتله. يا رب يطلع لنا كمان واحد منه. دخلنا المعبد. المعبد قدامنا. يس
يا رب ما يطلع لي شيء لانه معيش حياة نهائيا. بقعد افتح يلا نشوف ايش راح نلاقي جوا. زي ما حكينا كوردوفا عندنا تعاون على المنطقة هاي راح تعملوا عدد اشياء رابطة. واحنا نلعب لعبة كنترول عادين ندخل في اوهام برضه زي هي فكرة كنترول. انا هنا هون يا متخلف. طيب انا هنا هون Focus. في تدريب. The Jedi do not seek aggression. But we stand against it. What? The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Okay. Now, try again. Ooh. Good. كبسة اثنين. طاقة جديدة أو قدرة جديدة. Try again. لازم بدري. الو complete the test. اسرع يا stands in the way comes the way. يا والله تحمست يا عالم. اخيرا صرنا نفتح هدول الحيطان اللي عليهم احمر او ازرق. يا ويلي دخلنا المعبد خلاص. حسيت حالي في توم بريدر والشغلات الغامضه هاي اللي بتخوف. طيب في شيء كوردوفا. My friend, take a look at the detail on this bark. شو ديتيل مبين؟ The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. What? إيش الملافظ هاي؟ Kashyyyk. It's time to call on an old friend. أنا old friend. If there's any contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. What? والله ما نعرف. ثواني أقول لكم شو اللي فهمته. يا ما حلوة الو ردت له والله. ايدي بيدي طلع هذا. ليش بتحرك كل حواسي انا؟ اضرب نو 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 غباء يا ابني. انا اوكي اهرب يلا كمان. طيب يلا اضرب ارتدت له كمان. بعد كل حواسه بتنط قاعده معك. يا خلصنا عليه. الله ايزي بيزي الصراحه. نعمل له سكان او نعمل له سكان لاشي ثاني. في اشي تحت هون. هاي القبر انا ما انتبهت لهوش لاشي فضائي. طيب دقيقه طيب حاليا ايش لازم اعمل؟ في شيء يا شباب اسمه كشاكي كشكاشي شيء هيك لازم نروح عنده فعشان نكمل مهمة. لا هكذا نسيته. اوكي هايو كشاكي بكاكي بعرفش ايش هيك. اوكي يا شباب مع نفس سكيل بوينت بس صار في تطورات جديدة على سكيل بوينت عنا عشان عنا الفورت الجديدة والشغلات. فان شاء الله فان شاء الله يا شباب بس ناخذ يعني سكيل بوينت جديد راح اطور قدراتي. اوكي يا شباب للاسف يعني ما فهمناش كثير الشغلات بس حسب ما مبين انه احنا اخذنا طاقة جديدة وقدرة جديدة. واثنين لازم نعمل شيء اسمه كشياك ما عرفت شو هو هذا الصراحة مع الوقت بنكتشفه. حاليا ما في شيء نسويه هون يعني بالمعبد. لازم نرجع
على الطيارة وزي ما قلتلكم ما في يعني فاست ترافل، وان شاء الله راح اعمل هذا الاشي في حلقة القادمة، يعني نشوف ايش راح يصير معنا في الطيارة ونفهم شو اللي صار معنا. لحاليا ما مش فاهمين ايش الصراحة في الطيارة، فقط بنفهم، فاعذرونا على هذا الاشي صراحة ما معيش وقت يعني، فخلينا الحلقة القادمة. وهيكم كنا وصلنا لحلقة اليوم، يا ريت عجب المقطع تعطينا احنا لايك، اذا ما كنت تشترك في القناة تشترك في تركيا تم شير المقطع لنوصل جيتكم تري لل 5000 مشترك، ونشوفكم في الحلقة القادمة، والسلام علينا وعليكم، باي باي.